شاء الله احنا نطلبوا الملاح والمربي. فيما يخص يعني الحضور تاعكم، احنا اليوم 47 للفلاح على مستوى الولايه، ماذا فينا وعاء كبير تاع الفلاحين اللي يكون. والله اليوم التحسيسي هذا خصصناه بالخصوص للمراه الريفيه، دعيناهم يعني للاشتراك في الصندوق، في رأس المال الصندوق، لأنه راح يستفادون بعد عدم امتيازات يستفادون منها، من مرافقة، من تكوين، من كذلك القرض المصغر اللي رانا مقبلين عليه إن شاء الله، راح تكون لهم يعني عندهم حصة خاصة فيه. وباش يستفاد الفلاح اليوم باش يتقرب من الصندوق تاعو اللي هو الصندوق او تاع الفلاح اصلا، باش يتقرب منه باش يشري هاد كما يقول لك الاشتراكات ويشارك في الصندوق، وين يقدر يشارك في المجالس تاعو الاداريه، وين يقدر يجلس في لي زاسومبلي جينيرال، يقدر يشارك في الصندوق هذا ويولي عضو. ثم الميزه اليوم، وين الفلاح راح يولي شريك وزبون.